السسبانس عم بيلعب لعبته. الشعب اللبناني اللي كان ناطر لتفقش مية الراس وتولد الحكومة. سعد روح. وبكرة شو؟ بكرة الخميس وطار الرئيس. تيرارتا تيرارتا. احكي شو ما بدك بالمقابلة وما تعطى الهم. إذا ما حسينا معك أو ما حسيناها إيموشنال، تلفزيون جديد رح يعمل المستحيل، رح نحس معك للآخر. كان أنا كنت ملياردير وبطلت ملياردير بسبب لبنان. دايما دموع بسبب نحن. مريم بليق، رجا ورودولف البسام، ساد الحريري بصير سو ساد الحريري. طلعنا نحن اللبنانيين اللي خلصنا له مصرياته. فتلي ايموشنال ميوزك، وين خلصت لك؟ وين؟ فل من هون وكان ديس وراك، قصدي كان ديس وراك. صار بدهم زعمائنا فحص الاهليه العقليه. هيك قال حسان دياب. ووضع كل امكانيات لبنان بتصرف العراق. يعني هني بيتهبلنوا بس نحن بندفع ثمن الهبل معهم. يا جايز مش كل ما نحكي كلمتين تحطوا لنا موسيقى. اذا تعبونا ناكلوا بالشوكة والسكينة. واهم فحص اهليه لصحفية العهد الأولى سكارلت حداد. وطفوا السويقير كمان؟ هلا الشباب التوتال يعني عم بينقبوا بإيد ويدخنوا بتاني إيد؟ عم تستخرجوا غاز ولا جر الغاز؟ ليه بدرات؟ ليه بدرات؟ ليه بدرات؟ فممكن يكون اللي شمه صديق هو تسرب فصولي أكثر ما إنه هو غاز يعني. شباب كأنه حدا منكم عم بينقب عن غاز طبيعي أو شيء؟